ولي لور إنه معرض باش نبرزوا يعني الإنتاج الفلاحي على مستوى جميع الولايات الوطن. لكن لاحظتم اليوم رافقنا كل سلك الدبلوماسي موجود على مستوى الجزائر العاصمة، هي عملية ترويجية أيضا على الإنتاج الفلاحي اللي هو قبل التصدير ويتصدر بقوة. إذن هذا المعرض لكن لاحظتم فيها أكثر من 176 عارض اللي جا اليوم قدموا المنتوج تاعهم المتنوع من الفواكه من الخضر، اللي في بعض الأحيان خاصة لولايتنا فيه إنتاج تاع الطبور، إنتاج تاع العسل، إنتاج تاع الزيت وإنتاج الفلاحي. اليوم شفنا وكنا مع وفد من السلك الدبلوماسي على جودة وتنافسية المنتوج الوطني، يعني نقدر نتكلم اليوم على تنافسية المنتوج الوطني بأنه ذا جودة عالية يتوفر على كل الشروط اللي تخليه يكون على المستوى الدولي ويقدر يصدر بكل أريحية لإخواننا المنتجين أو حتى لإخواننا المصدرين. نظن يعني حتى فيما يخص يعني التسويق، يعني السيد وزير الفلاحة كان طرح مشكل التسويق وحتى الفلاحين طرحوا مشكل التسويق، لأن عندنا الحمد لله إنتاج وفير جدا في الكثير من الأحيان يتجاوز القد أو الاحتياجات الوطنية، وبالتالي اليوم مقبلين على تنظيم السوق للخضر والفواكه من خلال تنظيم 7 أسواق يعني مختصة، سواء في العنب، سواء في التمور، سواء في الثوم، سواء في التفاح في خنشلة.